اهلا بيكم. النهارده هنعمل نوع من الكوكيز بس بالشوكولاته. انتوا عارفين الاطفال بيحبوا الحاجات اللي بالشوكولاته جدا. المقادير اللي عندنا، عندنا كوبايه سكر، كوبايتين دقيق، نص كوبايه كاكاو خام، 2 بيضه، معلقه فانيلا، معلقه نص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه بيكربونات صودا، تمام كده، ورشه ملح، و 250 جرام زبدة مسيحينها شوية، وعندنا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا. نبدأ وصفتنا. دلوقتي هنحط الزبدة، هنضيف الزبدة. دلوقتي هنحط عليها السكر، ده عبارة عن سكر ابيض وسكر اللي هو السكر البني، بس بني كده فاتح شوية اللي انا لقيته عندي، انا مش لاقية البني الغامق ده بصراحة. يعني نص كوباية سكر بني ونص كوباية سكر ابيض. دلوقتي هنخلطهم سوا. كده هنحط بقى ايه دلوقتي؟ هنحط الفانيلا والبيض. هنقلبها. دلوقتي بقى وقت ايه؟ الدقيق. دول كوبايتين ونص دقيق وعليهم نص كاكاو، يبقوا كلهم على بعضهم 3، تمام كده. هنحط بقى البيكنج باودر والبيكنج صودا او الناترول، وعندنا الفانيلا، رشه ملح، رشه ملح، احنا حطينا الفانيلا. دلوقتي هنقلب بالراحه كده، وسايبه الفرن شغال علشان ما ناخدش وقت طويل. بس بقى انا هوقف وهكمل بايدي، تمام كده. دلوقتي نكمل بايدينا. كده هي جاهزة. بعدين بقى هنجهز الشوكولاتة، هنقطعها زي ما انا وريتكم كل مرة، تمام كده. دلوقتي انا هجهز بقى الكوكيز وهبدأ بقى ايه اعملها. دلوقتي احنا هنفردها كده، بعدين هنحط فيها شوكولاتة بيضة مع شوكولاتة سودا ابيض اسود، وهنقفلها كده، وبعدين هندوس عليها دوسة كده، تمام كده، ونحطها في صينية. تاني، مرة تانية، نحط الشوكولاتة كده الوان مختلفة. ندوس عليها كده، بعدين هنحطها بقى في الفرن. هي دي مش كوكيز اللي انتم عارفينها بتاع الامريكان، لا دي عجينة تانية، بس هي نوع برضو من انواع الكوكيز، جميلة برضو. كل واحد بيختار المقادير اللي تناسبه بقى. انا عاملة كذا نوع من الكوكيز، اذا عجبتكم ياريت تقولولي رأيكم، واذا محتاجين حاجة ان انا اعملها لكم قولولي وانا احاول اعملها لكم. هنضيف عليها كده. دلوقتي انا خلصت الكميه كلها وندخلها الفرن. بصوا بقى، هندخلها على درجه حراره 180 وهنسيبها حوالي ربع ساعه او ماشي. انا دلوقتي خلاص هدخل الصينيه دي قدامكم دلوقتي، وعلى فكره هي حجمها مش بيكبر قوي قوي، لا يعني هي لما بتكبر بتكبر حاجه بسيطه جدا، مش زي الامريكان كوكيز، لا
دي مختلفة عنها، شايفين اهو اخر واحدة اهي بعملها، حسيها صغنونة شوية، نزود لها عجين كده، نحطها وندوس عليها في بس كده، هدخلهم وبعدين هطلعهم اوريكم احط فيهم الشوكولاته ازاي، واوريها لكم في الاخر وهي مستويه. دلوقتي عندي على الكوكيز 7 دقائق في الفرن، فانا بطلعها، بصوا بروح عامله كده، بصوا دي مش كوكيز، بكرر تاني دي مش كوكيز، ده عباره عن كيك على شكل كوكيز. اوكي، هي طريه خالص من جوه زي الكيك بالظبط، حاجه كده جميله، حاجه كده جديده عن الكوكيز. الامريكان كوكيز هتلاقوني منزلها لكم في وصفه في يوم كده من الايام، حاجه كده تحفه، بتطلع شوكولاته من كل حته، جميله قوي، الاطفال بيحبوها جدا والكبار كمان على فكره، هتعجبكم جدا. هنحط كده الشوكولاته بالطريقه دي وبعدين هندخلها تكمل بقى ايه بقيه السوا. هي خلاص شوفوا هي قدامها ممكن 5 دقائق تكون جاهزه. يا رب لو عجبتكم الوصفه تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي، هتلاقوا حاجات جديده وجميله. دلوقتي ادخلها الفرن تاني وهوريها لكم اول ما تطلع. ايه رايكم؟ شكلها تحفه، جميله جدا. ده شكلها لما بتستوي بتتشقق كده بسيط، وبنسيبها تبرد خالص تماما عشان لما نشيلها ما تقعدش تتفرمل مننا او تقع. اول ما هتبرد وهحطها في الطبق هوريها لكم. تمام، ده شكلها معانا، هعمل لكم زوم عشان تشوفوا الجمال بتاعها، حاجه كده جميله جدا، جربوها وقولي لي رايكم. وادي الكوكيز، مش الكوكيز، الكيك كوكيز، الكيك كوكيز اللي انا عملتها، حاجه كده جميله جدا، شايفين؟ هقرب لكم، ده شكلها الشوكولاته البيضة بس خدت لون بسيط عادي، مفيش مشكله، طعمها بيبقى برضو حلو، شايفين معايا؟ شايفين كيك كوكيز، حاجه كده جميله وجديده، تغيير بدل الكيك العادي، نعمل كيك كده شكله كده. ده شكلها معانا، يا رب تعجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وتقولي لي رأيكم في الكومنت. يلا هسيبكم بقى، سلام.